باريس سان جيرمان ومارسيليا في قمة البطاقات الملونة، وتحذير لمعلقي كرة القدم ومورينيو يطالب بعدم تصويره. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، فأهلا بكم. سرقت قمة باريس سان جيرمان ومارسيليا الأضواء بالأمس، ليس لكثرة الأهداف أو فنيات المباراة، بل لإبراز حكم اللقاء 17 بطاقة ملونة، 5 منها حمراء. بعد المواجهة الشرسة أعرب نيمار عن ندمه، ليس لأنه طرد بل لأنه لم يضرب هذا الأحمق على وجهه، هو قال وليس نحن في تغريدة على تويتر. وأضاف اللاعب البرازيلي بأن سبب خلافه مع ألفارو بدأ عندما نعته الأخير بالقرد، الوجه العنصري لكرة القدم مع الأسف. للمعلقين احذروا من الآن وصاعدا، ولا تتحمسوا كثيرا وأنتم تعلقون على المباريات، ففي سبيل نبذ العنصرية تلقى معلقو كرة القدم الإنجليزية توجيهات جديدة تنص على عدم استخدام بعض المصطلحات خلال تعليقهم على المباريات وإبداء آرائهم في بعض اللاعبين على غرار شجاع، مغرور، ذو قوة بدنية، سريع، لأنها قد تشكل نوعا من أنواع التنميط العرقي، الأمر الذي أثار مخاوف بعض المعلقين لأنهم لا يستطيعون التحكم أحياناً بمشاعرهم وكلماتهم على الهواء في بث مباشر. قميص يتسبب في تحقيق مع لويس هاملتون، حيث يواجه بطل سباق السيارات تحقيقاً من الاتحاد الدولي للمركبات لارتدائه قميصاً سياسياً تكريماً لتايلر، وهي امرأة أمريكية من أصول أفريقية قتلت برصاص ضباط الشرطة. من يتخيل أن مورينيو ملك الأضواء يطالب بعدم تصويره؟ لسبيشال وان حث شركة أمازون المنتجة لفيلم All or Nothing الذي يتحدث عن نادي توتنهام الإنجليزي على عدم إظهار عمله التكتيكي في الفيلم، ورغم أن الفيلم الوثائقي من بطولة مورينيو فإن المدرب البرتغالي لم يشاهده كاملاً حتى الآن نظراً لانشغالاته. وأخيراً عرفنا لماذا يجلس بيلسا على دلو ثلج في المباريات بدلاً من جلوسه في دكة البدلاء. لمن لا يعرف، مدرب نادي ليدز يونايتد العائد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي معتاد منذ سنوات على الجلوس على دلو ثلج في المباريات. البعض كان يظن بأنه يقوم بذلك ليكون أقرب على الملعب وبالتالي يحظى بنظرة أوضح، لأن السبب هو معاناة المدرب الأرجنتيني من آلام في الظهر، وهذا أيضاً سر حركاته الكثيرة. ليدز يونايتد جعل حياة المدرب أسهل ومنح الرجل المثير للجدل دلواً يأتي مع مقعد. أتمنى لو كان هناك فائزين بهذه المباراة، والكلام على لسان لاعب التنس دومينيك لصديقه ألكساندر بعدما تغلب عليه الأحد في المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس. صورة احتضانهما لبعضهما احتلت مواقع التواصل الاجتماعي ونالت إشادة من الجميع ومن بينهم ديوكوفيتش. هذا ما تدور حوله الرياضة.